فندق ريوغيونغ ذو 105 طوابق، هرمي الشكل والذي يصل طوله إلى 330 متر في كوريا الشمالية. بدأ التخطيط لبنائه ليكون أكبر فندق في العالم خلال الحرب الباردة، كرد على بناء السنغافوريين لأطول فندق في العالم في عام 1986. وكان الفندق يبدو مكتمل البناء بسبب ارتفاعه الشاهق، ولكن في الواقع تنقصه النوافذ والتجهيزات الداخلية، وكان من المخطط أن ينتهي في عام 1989، ولكن بناءه لم يكتمل حتى الآن، حيث توقفت وبدأ البناء عدة مرات على مدى 3 عقود بسبب المشاكل الاقتصادية لكوريا الشمالية. فبعد عدة تأخيرات توقف بناء الفندق كليا عام 1992، وكان انهيار الاتحاد السوفيتي أثرا في انهيار اقتصاد كوريا الشمالية، بالإضافة إلى نقص حاد في المواد الأولية وبالتالي توقف البناء. معنى اسم فندق ريوغيونغ هو عاصمة الصفصاف وأحد الأسماء التاريخية لمدينة بيونغيانغ العاصمة. ظل المبنى ذو المساحة الداخلية الهائلة المقدرة بنحو 360 ألف متر مربع مهجورا حتى اليوم، وظل المبنى محتفظا بلقبه كأعلى فندق مهجور في العالم، وما زال يعد أحد أعلى مباني العالم حاليا، كما أنه الرابع حاليا من حيث عدد الطوابق التي تفوق 100 طابق. أطلق عليه فندق الموت حيث لم يفتتح حتى الآن رغم مرور 35 عاما على تشييده. لم يستضيف فندق الموت ضيفا واحدا حتى اليوم، لكنه لا يزال موضع جذب عالمي. يبرز شكله الهرمي ويهيمن على أفق بيونغيانغ من على بعد أميال. يحتوي على 3000 غرفة إضافتين إلى 5 مطاعم تتمتع بإطلالات بانورامية. ورغم أن هيكل المبنى اكتمل في عام 1992، إلا أنه ظل بلا نوافذ لمدة 16 سنة أخرى، وخلال تلك الفترة اكتسب المبنى الكبير غموضا كثيرا. صمم الجزء العلوي من المبنى على شكل مخروطي مكون من 8 طوابق، وكان من المفترض أن تكون مطاعم فاخرة دائرية الشكل، لكنها بقيت فارغة كبقية المبنى. استؤنفت أعمال البناء بشكل غير متوقع عام 2008، وتم تركيب ألواح زجاجية ومعدنية على سطحه بالكامل، وذلك من خلال الشركة المصرية أوراسكوم تيليكوم، كما زوده مهندسون مصريون بأضواء LED ليتحول إلى مشهد ليلي مليء بالألوان. وفقا لرويترز، سيتكلف الانتهاء من هذا المبنى الشاهق ما يقدر بـ2 مليار دولار، وبما أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية يبلغ حوالي 40 مليار دولار، فهذا يجعل تكلفة إنهاء المبنى حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. في الوقت الراهن حاولت كوريا الشمالية الاستفادة من المبنى عن طريق استغلاله في الحفلات والأعياد الرسمية للبلاد، فقد احتفلت بيونغيانغ بعيد العمال في عام 2009 مع عرض للألعاب النارية والأضواء الملونة على واجهة المبنى، كذلك يستخدم في عروض الدعاية الضوئية. صنفته صحيفة سكوير في عام 2008 بأنه أسوأ بناء في تاريخ البشرية.